بكم فيديو جديد معكم مارو. احنا النهاردة هنعمل فيديو عن عيوب الحياة في امريكا، ولو انت ما اتفرجتش على الفيديو الاولاني اللي هو مميزات الحياة في امريكا بخش فرق عليه قبل ما تشوف الفيديو دوت، فتحس ان الموضوع وحش فما عجبكش الحوار كله، فخش فرق الاول على الفيديو طبعا مميزات لو انت ما اتفرجتش عليه. Getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. فأنت اتفرجت عليه، فزي ما قلت لك قبل كده اي حاجة تسمعها في العيوب ده مش معناه ان الحياة هنا وحشة، ولا معناه ان انت مجيش امريكا، ولا الكلام ده خالص. زي ما قلت لك ان كل حاجة ليها مميزات وليها عيوب، سواء بقى تعيش تشتغل شغل ايا كان ليه مميزات وليه عيوب. سواء لسه مخلص جيم هاخدته كده معايا جولة بسيطة في الشوارع، واروح اشتري حاجات من الصيدلية واوريك اشتري ايه، وبعد كده نبدأ في الفيديو. اوكي طيب، احنا هنا في منطقة اسمها بونا بارك. بونا بارك هنا يعتبر من انظف المناطق اللي في امريكا. تعالى للجيم، انا عايش في انهايم، فهي بونا بارك هي يعتبر جنبها شارع كده. فانا يا دوبك خرجت من الشارع وهعمل يمين قدام عشان اوصل للصيدليه اللي احنا هنجيب منها الحاجه. ومعلومه هنا وانا عملت عليها فيديوهات قبل كده، الصيدليات اللي عندنا هنا مش زي اللي عندنا في مصر، ما بيبقاش ادويه بس، لا هي عباره عن سوبر ماركت اصلا، والصيدليه بتبقى حاجه صغيره جدا 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 جوه المكان نفسه. فليه هتقولي ليه؟ هو كده يعني، هو في امريكا كده يعني. anyway، فاحنا دلوقتي خلاص داخلين على على الصيدليه. طيب احنا وصلنا، بسم الله الرحمن الرحيم. كده الحاجات اللي رفتها كانت 66 دولار. المهم نخش على ايه العيوب اللي انا قلت عليها في اللي انا قلت لكم اقول لكم عليها في الفيديو ده. طيب اول حاجة انا عايز اتكلم عليها ان انا اي حاجة اقولها هي في كاليفورنيا، فعشان انت ما تقولش ايه ده ايه ده ايه ده الحاجات دي مش عارف ايه. اوكي فده حاجات في كاليفورنيا. اوكي اول حاجة عايز اقول عليها هي الايجار. الايجار غالي قوي، هو ما كانش غالي عشان ما بقاش كداب، هو ما كانش، دلوقتي بقى غالي، بقى غالي جامد. اوكي تخيل انت مثلا يعني اي شقة، مش اقول لك حتى بيت، اي شقة اوضتين دلوقتي في كاليفورنيا مش اقل من 1800-1900 دولار. ده غالي جدا، ده غالي جدا. انا اول ما جيت امريكا كنا بندفع الشقة سوري البيت الاوضتين بندفعه 2200 دولار. تخيل نط من 2200 دولار ل 2800 دولار، شايفين الرقم؟ حوالي 600 دولار ولا حاجة. وخد بالك ده من غير الباركينج بتاع العربيات، لو انت بقى كل اسره مثلا في كل شخص في جوه البيت ده معاه عربيه، ده غير الكهرباء، ده غير الغاز، ده غير بقى فواتير النت بقى والموبايلات فاهم كل بقى الحاجات دي. لو انت عندك بقى انشورنس وعندك اقساط تانية، فتلاقي الموضوع كبر، موضوع كبر جامد. هو موضوع بقى بايخ. هو ده بس اللي انا مضايقني، زي ما قلت لك في عيوب قد كده قلتها، بس في قصدي ميزات قلتها الفيديو اللي فات، بس العيوب في العيوب اللي انا بتكلم فيها دي بقت اوفر، حاسس ان هي بقت تو ماتش يعني. يعني الايجار بقى غالي دلوقتي، لو عايز حاجه 3 اوض، 3 اوض دلوقتي ممكن تخش لها في 3500. انت مقتنع 3500 ديت اصلا من غير الحاجات ديت؟ يعني انت اصلا بالبيلز بتاعتك اللي هي الاقساط بتاعتك او الفواتير العاديه بتاعت اليوميه، من غير لو انت اصلا ما عندكش اقساط، تاخد لك في حوالي 5000 دولار في الشهر الواحد. يعني انت في كل شهرين 10000 دولار، يعني انت تدفع حوالي 60000 دولار حاجات بس كده مرميه كل سنه. انت مقتنع بالرقم؟ فالناس لازم تحسب على الدولار، ما تحسبش الفرق، ما تحسبش العمله اللي انت عايش فيها في بلدك. انا بتكلم على سعر الدولار اللي احنا عايشين فيه، احنا بنبقى بالدولار فبنصرف بالدولار. ركز في الكلام ده، ما فيش حد يضحك عليك. تمام، تاني مش عايز اقول لك ده دي عيوب وانا والحياه وحشه في امريكا. الحياه حلوه في امريكا، ما حدش قال لك ان الحياه وحشه، بس انا بكرر لك الحياه، بكرر لك المميزات وبالعيوب. تمام، فدي اول عيب انا شايفه. تاني حاجه برضو البنزين. يا جماعه البنزين بقى غالي بطريقه اوفر، يعني حرفيا انا بقيت ببقى عايز اصوت ساعات. انا ساعات كده اقول يا جماعه ايه ده في ايه، انا مش هحط بنزين في عربيتي ب 80 دولار. يعني انت تقول لي يعني 80 دولار دي اكنها 80 جنيه؟ مش كده يا حبيب قلبي، مش كده. هديك مثال، انا كنت بحط عربيتي بنزين ب 40 دولار. يعني اول ما جيت هنا كنت بحط افول العربيه لو زيرو فولها للاخر ب 40 دولار. تخيل من 40 دولار تطلع الحاجه 80 دولار. ان شاء الله في مره احط بنزين وهحط لكم الصوره.
تخيل حاجه $80 كل اسبوع بس. ده اللي بكلمك عليه يعني، ده اللي بكلمك عليه اللي هو انت مش بس كمان ان الايجار غالي، لا انت البنزين. فتخيل انت بتمون عربيتك ضعف الثمن، فاهمني؟ الموضوع بقى اوفر بطريقه انا يعني بجد مستفزني. يعني ان انا احط $80 كل اسبوع يعني دخلها في حوالي $300 بس بنزين، ده غير قسط العربيه مثلا، ده غير التامين. هو ايه يا جماعه؟ في ايه؟ انا مش هدفع كل مرتبي مش قصاد كمان، هي دي اصلا دي ما تعتبرش قصاد، دي اعتبر يعني حاجات شهريه انت بتدفعها لازم اجباري في امريكا. انت طول عمرك هتحط بنزين، طول عمرك هتدفع تامين، طول عمرك هتدفع حاجات كده في كهرباء وي وي، فالحاجات دي اجباري ما بتتغيرش. فالحته طول عمرك تدفع الحاجات دي بتضعف الثمن ده، فحرام. فتلاقي ان دلوقتي لو حد مثلا عنده عربيه بتسيف بنزين او كده بناخدها، يعني ما اصل هنعمل ايه؟ العيب بقى اللي هو اكبر بالنسبه لي قوي، اللي هو حاسس ان هو الموضوع بجد، اللي هو السرقه. انا اشتغلت طبعا، الناس اللي عارفيني ومتابعيني هتعرف انا اشتغلت فين، بس مصريا يعني انا اشتغلت في حوالي 5 شغلانات لحد دلوقتي ولا حاجه. في كل الشغلات اللي انا بشتغلها موضوع السرقه علني علنك كده، اللي هو في لله كده عادي كده في النهار محدش بيتكلم. تقول لي اذا ازاي ده كان بلاد ده قانون امريكا مش عارف ايه. لو انت مش متابع جيد للحياه في امريكا وبتتفرج على الفيديوهات على اليوتيوب وما بتسمعش الموضوع ان كل شويه محلات بتتسرق في نيويورك وفي كاليفورنيا والناس دخلوا باسلحه ومش عارف ايه، يبقى انت مش عايش في امريكا، او انت اصلا ما بتفكرش تروح امريكا، او انت اصلا عمرك في حياتك اتفرجت على فيديوهات على امريكا. تمام يا جماعه، موضوع السرقه هنا والقتل وكده عيني عادي عادي، ده حاجات كده عاديه. انت بتفتح صفحه مثلا تلاقي فلان الفلاني اللي هنا دوت قريبه مات، فاهمني؟ تقول لي ايه المشكله دي؟ هقول لك ايه المشكله دي. المشكله ان امريكا عامله قانون، ده مش من دلوقتي، ده من زمان القانون ده موجود، يعني ان انت لو الشخص يعني ليت سي دلوقتي انا دلوقتي حرامي تمام، ودخلت مكان سرقت حاجات وابتديت اجري، لو الحاجات دي قيمتها اقل من $900 انا مش هخش السجن، انا هاخد ممكن لو اتمسكت تيكت، غير كده مش هخش السجن، انا خلاص عادي انا تحت ال $900 تمام. لكن لو عدلت $900 يبتدوا بقى يدوروا عليا، فاهم الفكره؟ يبتدوا يدوروا عليا، هو ايه ده؟ هو عمر راح فين؟ فاهمني؟ يعني يجيبوا بقى الكاميرات وييجوا راح فين وكده، اقل من $900 احنا مش هندور عليه، تمام؟ هتقول لي ايه ده؟ يعني كل ما البلد كلها تسرق؟ لا، في بوينت بقى، مواد تريكات بقى، فاهم؟ لو انت اتقفشت في ساعتها، يعني مثلا انا دلوقتي دخلت مثلا بنزين او دخلت سوبر ماركت وانا بسرق، تمام؟ لسه ما خرجتش من الارض بتاعه البنزين او من الارض بتاعه السوبر ماركت والحكومه قفشتني جوه، انا رحت السجن. بس لو خرجت بره نطاق خلاص الحكومه مالهاش علاقه. هتقول لي ليه؟ طب ما تفهمنا. هقول لك، بس اقول لك في حاجه، كان في قوانين كده اللي هو ايه، انا لو انا عندي بنزينه، فالبنزينه دي مبنيه على ارض مربعه، فمساحه الارض ديت تمام زي ما تقول ايه، يعني مثلا يعني مثلا لو الشرطه جت قفشتني جوه المساحه دي تمام، انا هروح كده السجن بسبب ان انا سرقت حاجه، بس مجرد ان انا بخرج بره المربع ده تمام خلاص انا كده مش 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 عليا جريمه. ليه مش عليا جريمه؟ هقول لك ليه، عشان الشرطه مش هتقبض عليك بره النطاق ده، فاهمني؟ ليه؟ هتقول لي ايه ده، ايه الحاجات العبيطه ديت؟ هو كده يعني، هو كده انا واحد شغال سيلز واشتغلت في بنزينه واشتغلت امن واشتغلت في كل الحاجات واوبر وكل حاجه، اما اجي اكلم الشرطه ده اللي بيحصل معانا كلنا، مش انا لوحدي، انا واصحابي وكده قاعدين. دخل مثلا كنت شغال في مكان في مول اسمه ميسيز، يعني بتاع لبس وسيلز وكده، دخلوا اقسم بالله العظيم سرقوا كميه جزم وطلعوا يجروا، طلعوا يجروا، كلمنا الشرطه، لا خلاص هم خرجوا بره البتاع، فمش مش مش هينفع، اما الحاجات دي اقل من $900 فخلاص. طب لو اكتر بقى من $900 يدوروا عليهم بقى، فاهمني؟ فبابا كله عارف كده خلاص، فكله بعرف كده، عشان كده بتلاقي ايه فيديوهات كتير جدا على السوشيال ميديا اللي هو ايه، دخلوا في نيويورك وخدوا وسرقوا سجاير وسرقوا 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 وطلعوا يجروا، ما هو عارفين ان هم مش خلاص، ما مجرد ما بيخرجوا بره النطاق فخلاص الشرطه مش هتدور عليهم، فاهمني؟ مش ما تعتبرش جريمه يعني. فدي عيب من ضمن العيوب. العيب اللي بعديه هو السلاح. انا تخيل انا بقى قاعد في عربيتي اهو النهارده، صحيت الصبح بدري اروح اشتري سلاح، مسدس، ممكن اشتري رشاش، ممكن اشتري بندقيه، ممكن اشتري سنايبر عادي، يعني اخش السرقه كده زي ما انا جبت النهارده كده البورتين بتاعي، اقسم بالله اقسم بالله انا بقسم بالله اخش كده عادي المكان ده بتاع اسلحه زي ما انا بعمل كده تمام. السلام عليكم، عندكم سلاحين ثلاثه النهارده كام يا عم الحساب؟ اتفضل. السلام عليكم، وروح ماشي. انت مقتنع؟ فتخيل انت طول ما انت ماشي كده بعربيتك انت عارف ان كل الناس اللي سايقه حواليك وكل الناس اللي عايشه حواليك دي معاهم اسلحه في عربيتهم ومعاهم اسلحه في بيتهم تمام. عشان كده جرائم القتل هنا في امريكا كتير جدا، دايما تطلع تسمع ايه ان طالب
خرج من مدرسته ومش عارف ايه، راح قتل كل الطلبه. هو اتخانق مع حد بتاع او مثلا حد عمل له اللي هو اتعنصر عليه يعني، لا عنصريه مش عارف ايه، راح جاب سلاح من البيت عنده، ابوه عنده 50 واحد فاخد سلاح وراح قتل كل الناس اللي في المدرسه، فاهمني؟ فده اللي بيحصل على طول. اه عادي بقى مخنقه بقى، فاهمني؟ زي عندنا احنا كده بقى في مصر، بس ايه بالشوم، احنا من مصر متخانق بالشوم وسكاكين وحاجات زي كده، فاهمين؟ فاكرين الحاجات دي. فهم هنا بقى بس على اكبر بقى، فاهم؟ ان هو بقى اسلحه بقى، فاهمني؟ هي نفس الكلام بالظبط. فتلاقي جايب سلاحين ثلاثة قتل له في خمسة سبعة، خلاص دخل السجن اتحبس مات خلاص، مش قصة. المهم هو عمل اللي في دماغه. فدي برضه مشكلة من ضمن المشكلات اللي أنت هنا مش بتحب تخش في مشاكل أو تتخانق مع حد عشان أنت عارف إن هو مش هيفرق معاه، فاهمني؟ يعني هو مش هيفرق معاه. فده عيب برضه من العيوب اللي أنا حرفيا بقول إيه ده يا جماعة، ده إزاي دولة زي أمريكا ديت بتعمل الكلام ده؟ يعني بجد يعني. في حاجه بتاعت الهوملس ديت برضه، عشان الناس بتقول لي هو ليه في هوملس في امريكا عمر، هو ليه دايما في فيديوهات تظهر على اليوتيوب الحياه المشردين في امريكا ومش عارف ايه. اقول لك على حاجه، ودي نقطه مهمه برضه يا جماعه، ما فيش امريكا هنا ما بتساعدش الناس. امريكا هنا مش بتيجي مثلا، يعني انا مثلا جيت هنا امريكا مش من اول ما اخش المطار امريكا تقول لي خد يا عمر اهو مثلا 100 دولار ولا 2000 دولار، بيت اهو يا عمر، شقه هنا يا عمر، شقه كذا يا عمر، شقه كذا، صح؟ امريكا ما بتعملش الكلام ده. واكتر ناس هتفهمني تتفرج عليا، اكتر ناس بتفهمني الناس اللي قدمت على الهجره واتقبلت، اللي اتقبلت بس. تقولي ليه اللي اتقبلت بس؟ الناس اللي اتقبلت امريكا اول حاله تبعت لها. عندك عنوان هنا في امريكا ما عندكش، اقعد هناك عندك في مصر. الناس اللي في الناس اللي بتتفرج عليا في الفيديو دوت هتقول لي حقيقه وحصل. امريكا بتبعت لك عندك عنوان، عشان كده كل الناس المهاجرين اللي بيجوا هنا امريكا بيقعدوا يدوروا على ناس عندهم بيوت ينزلوا عليهم، الاوراق تيجي عليهم، كل حاجه تيجي عليهم. ليه؟ عشان امريكا مش هتجيب لك بيت ولا توفر لك ايجار ولا تديك اكل في بقك ولا تجيب لك عربيه، عشان امريكا ما بتعملش الكلام ده نهائي 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 والله العظيم. وتاني، اي حد بيتفرج على في الفيديو دوت وهو مهاجر وجات له الهجره واتقبل هيقول لي كلامك صح، ومن فعلا بعتوا لنا كده، عشان انا عارف امريكا هنا مش بتطبطب عليك. ليه؟ هي مش هتطبطب على الغريب اللي هو انا وانت اللي جايين مهاجرين، تمام؟ مش هتطبطب علينا، تمام؟ وهتسيب ولاد بلدها الامريكان الوايت الشحاتين في الشارع، في كميه شحاتين. خش كده اعتبرني كذاب، وخش كده اكتب على جوجل، تمام؟ نسبه الشحاتين او التجار المخدرات وان هم الناس بتوع دراجز في الشارع او مثلا الهوملس في الشارع قد ايه؟ نسبه كبيره جدا، نسبه كبيره جدا 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 جدا. ليه؟ عشان هم عملوا حاجات كتير مش حاجات كتير غلط، هم ما دفعوش اقساط، ما دفعوش كذا، بقى اتراكم عليهم بيلز، اتراكم عليهم كذا ديون كترت، خلاص بقوا شحاتين. فامريكا مش هتساعدهم هم، وهتساعدوك انت كمهاجر جديد ليه يعني؟ اللي طب ما تستاهل احسن ابن بلدها اللي بيتكلم انجلش وفاهم كل حاجه، على الاقل هيفيدهم. مش فاهم واحد لسه اصلا جاي جديد مش بيتكلم انجلش، انت فاهمني؟ فدي نقطه لازم تخلي بالك منها يعني، فاهم؟ عشان انت ما تجيش تفتكر ان امريكا هتساعدك في كل حاجه او لا، امريكا بتساعدك في حاجات هي انت بالنسبه لك كمهاجر جديد فاكرها هي مساعده، بس هي مش مساعده، ده حياه البني ادم الطبيعي. هتقول لي يعني ايه فهمنا الكلام ده؟ هقول لك ان انت في بلادك التانيه ايا كان بلدك ايه، فجر ان انت في البلد يعني انت مثلا رايح امريكا، فاما امريكا تقول لك لو انت هتخش جامعه هتختار الجامعه اللي انت عايزها، انت بقى في بالك تقول ايه ده؟ دي امريكا دي جامده جدا، دول بيخلونا نختار اللي احنا عايزينه، شايف المميزات؟ هي مش مميزات يا حبيب قلبي، هي دي حياه طبيعيه لاي بني ادم، بس احنا محرومين منها وما عندناش منها في بلادنا، فاحنا في دماغنا واتزرع في دماغنا من واحنا صغيرين ان الحياه اللي هناك ديت دي حياه فيها مميزات، بس هي مش مميزات، دي الحياه البني ادم الطبيعي اللي هو المفروض البني ادم حقوقه الانسانيه ان دي هو طبيعي يختار اللي هو عايزه، يختار هو عايز يروح جامعه ايه، يختار هو يخش كليه ايه او تخصص ايه. فاحنا الحاجات دي محرومين منها في بلادنا، تمام؟ فما نيجي هنا نفتكر ان دي مميزات وان امريكا بتدينا ميزات، لا هي مش بتديك ميزات ولا حاجه، هي بتديك اللي انت، هي بتديك الحاجه الطبيعيه اللي البني ادم المفروض ياخدها. انا اختار الجامعه اللي انا عايزها ليه؟ عشان انا اللي هدرس وانا اللي هذاكر وانا لما اخرج هشتغل بيها. وامريكا بتعمل كده ليه؟ عشان انت لو دخلت حاجه خزعبليه وانت اصلا عبيط مثلا، ودخلت مثلا طب وما تيجي تتخرج مش هتشتغل، ما هي الميزه؟ ما هي دي الميزه، هي مش فارقه معاها امريكا، ما ادرس اربع خمس سنين سبع سنين طب وما تيجي تتخرج، لو انت دخلتها كده ومشيتها بالحب وما تيجي تتخرج مش هتعرف تشتغل، فاهمني؟ فانت تفتكر لا ايه ده، امريكا دي بتعمل لنا ميزات جامده جامده يعني، هي دي مش ميزه، ده حقوقك البشريه، دي حقوقك الطبيعيه اصلا يعني. فاحنا بنفتكر ان دي ميزات، بس احنا زي ما قلتها يعني ان احنا مش عندنا الحاجات دي، فبنفتكرها ان هي مميزات، بس دي مش مميزات، دي حاجات طبيعيه، تمام؟ في حاجه كمان بالنسبه للفود ستامب والحاجات دي، اللي هي الفلوس اللي امريكا بتديها لك مثلا لو انت
مثلا معاك اولاد او معاك معاك، دي برضو حقوق طبيعيه، دي مش مميزات. هتقول لي يعني ايه انت بيدوا الفلوس ديت للناس؟ مثلا لو انا متجوز وعندي اربع اولاد، فانا مرتبي مش هيكفيني الاربع اولاد اللي بصرف عليهم ومراتي وبيتي وايجاري وحاجاتي، صح؟ فبتديك فلوس ستامب اكل، ما ده اكل، ده يا جماعه حياتك الطبيعيه. احنا برضو متكرين ان احنا دي ميزات. الهوملس الشحاتين اللي في امريكا قاعدين في الشارع دول، امريكا كلها القانون الامريكي يعني بيدي لهم حاجه اسمها فود ستامب برضو، تمام؟ اللي هو اسمها اي تي بي او اسمها ايه، مش فاكر اسمها ايه، تمام؟ بيديهم كارت يعني يصرفوا بيه اكل، بيحطوا لهم ليميت. الهوملس الشحاتين قاعدين في الشارع بيدي لهم اللي هو ايه $300 $400 $500 يجيبوا بيه اكل، عشان ده الطبيعي، ده اكل وشرب، ده حياتك، ده حياه، ده بني ادم انسان لازم أن ياكل ويشرب حتى لو هو شحات. فاحنا عندنا الحاجات دي مش في امريكا، في مصر احنا مثلا عندنا الشحاتين وكده قاعدين في الشارع، هو شحات احنا مش مشكلتنا، ما حدش مثلا ايه الدوله مثلا مش بتدي له فلوس كل شهر، صح؟ عشان هو شحات، وهم احنا مالناش دعوه، احنا بس الشحات ده بيلم عندنا فلوس لو هو بيشحت، غير كده مش هيعرف ياكل ويشرب وممكن يموت، صح؟ لا هنا في امريكا لا، هو شحات اه بس احنا هنديله فلوس. فدي ليه؟ عشان هي حاجات انسانيه، ده الطبيعي. فاحنا في مصر او العقليه بتاعتنا، او انا كده على فكره، انا مش بقول كده ان معنى ان الناس بس اللي في مصر، لا انا نفسي عمر اهو لما كنت بتفرج برضو قبل ما اجي امريكا كنت بقول كده، يا لهوي ده بجد بيعملوا كده، الدوله بيدي مميزات كتير جدا. ما مش افتكرت لما جيت هنا ليه ده، لا هي مش مميزات، اما اتعودت مع الحياه يعني ليه ده مش مميزات، ده هو ده طبيعي، ده حقه، ده حاجه طبيعيه بتاعته المفروض يعملها، انا مش يعني هو كده مش بنجبي عليه. فدي برضو حاجه لازم تبقى انت فاهمها. حاجه كمان انا قلت عليها ميزه الفيديو اللي فات، بس انا برضو شايفها ليها جزء عيب، ان هي التامين هنا بيبقى حاجه كويسه، بس مشكلته ان انت بتدفع طول حياتك تامين على عربيتك، على بيتك، على موبايلاتك، على لابتوباتك. ليه تقول لي ليه على الموبايلات وليه على اللابتوبات وليه على الكمبيوترات؟ ليه؟ اتسرق، اتكسر، عارف ايه، بيجي لك واحد جديد. فانا شايفها عيب، عشان انت بتلاقي مثلا ايه $50 $50 $100 $200، العربيه تامينها $300، البيت تامينه $300، تلاقي نفسك داخل في حوالي $1000 بس كشخص لوحدك تامين في الشهر. فتلاقي ايه ده، لا هو كتير جامد يعني. فدي مشكله من المشكلات. في ناس كتير جدا بتعمل فيديوهات على اسعار الاكل ان هو غالي، ودي حقيقه الاكل غالي جامد 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 جامد، تمام؟ وبرده انا بقول ان هي انا شايفها عيوب دلوقتي، ممكن تتغير، ممكن اعمل فيديو قريب اقول ان هي نزلت بسبب الحروب والحاجات اللي احنا بنسمع عنها، والاقتصاد كله واقع في الدول ومش عارف ايه، فايجار غالي، الاكل والشرب غالي، البنزين غالي في امريكا دلوقتي، الثلاث حاجات دول غاليين جدا 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 جدا. فانت لو متشائم لحد دلوقتي ما تشائمش، اسمع الفيديو اللي فات اللي اتكلمت فيه عن المميزات، تعرف ان في مميزات، المميزات غطت على العيوب، بس انا بقول ان العيوب دي عند في الحياه بتبقى صعبه شويه. فانا حبيت اعمل فيديو دوت اقول فيه العيوب، فدي عيوب بالنسبه لي انا شايفها عيوب. مش هتكلم عن العيوب الطبيعيه، ان هو مش هطلع اتكلم على عيوب الناس كلها عملتها في الفيديوهات يعني. انا دايما لما باجي اعمل فيديو بتفرج على كل اللي بكتب كده، مثلا انا كنت عامل فيديو عن العيوب في امريكا، فبكتب العيوب في امريكا واتفرج على كل الناس اللي عامله عيوب في امريكا، فلما بلاقي الكلام كله متعاد انا مش هقدم حاجه جديده، فانا مش هعمل فيديو واقول نفس الكلام اللي الاشخاص دي كلها قالوه. فانا قلت العيوب اللي الناس مش حابه تتكلم عنها، او ان هي بتخاف تتكلم عن لا البنزين غالي. في ناس بتخاف تعمل فيديوهات تقول ان البنزين والاكل والشرب والايجار غاليين، عشان ما حدش في الكومنتات يخش يقول لها انت كذاب، او انت بتكره ناس في امريكا. بس انا اكتر واحد كل فيديوهاتي حماس، كل فيديوهاتي بشجعكم ان انتوا تيجوا امريكا. الفيديو دوت زي ما قلت لك، لو هو قلت فيه عيوب فصدقني العيوب ديت قليله، عشان في ميزات كتيره وقلتها الفيديو اللي فات. فده دايما 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 بحاول ان انا اقول الكلام الصح، عشان انا ببقى مبسوط جدا لما حد يجي هنا يقول انا جاي امريكا ومش عارف ايه وعملت كذا 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 عشان انا كنت قلت لنا كذا في الفيديوهات وانا مش عارف ايه. فدي تبقى حاجه كويسه يعني، ان هو انت بتسمع بنصيحتي. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعمل لايك وسبسكرايب، ما تنسوش تكتب اي تحت اي سؤال عايز تساله او اي حاجه اكتب تحت في الكومنت، ما تنسوش تعمل لي فولو على الانستجرام، عشان دايما اكتف على الانستجرام كتير جدا. See you guys next video.